السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 نيوز. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في العين. دولة الإمارات تستضيف فعاليات كونغرس المجلس الدولي للأرشيف. بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. أهلا بكم. حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقيم في منزل سيف بن مفتاح النيادي في منطقة أم غافة في مدينة العين بمناسبة عودة نجله رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن سالما بعد أن أكمل بنجاح مهمته الفضائية التي استمرت 6 أشهر. وبارك سموه لسلطان النيادي وأفراد أسرته عودته سالما إلى وطنه وأهله، وهنأه بهذا الإنجاز التاريخي الذي تفتخر به دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، ويضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات ومسيرتها المتميزة في مختلف المجالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسلمك، طول عمرك. السلام عليكم. حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سعادة عبد الله بن منصور المطوع القنصل العام للمملكة العربية السعودية. وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين التي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين البلدين والرؤية المشتركة لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قدما لتكون نموذجا متميزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين عبر مزيد من التكامل والتنسيق ضمن مختلف القطاعات. زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور المقام تحت رعاية سموه وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات. ويقام المهرجان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة وتستمر فعالياته حتى 30
من سبتمبر الجاري. نتابع. التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وفدا من لجنة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية في برلمان أستراليا برئاسة سعادة السيناتور أندرو ماكلن نائب رئيس اللجنة. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن دولة الإمارات لديها مبادئ أساسية وثابتة داعية للسلام والتسامح وحل الأزمات، مشددا على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لتحقيق هذا الاستقرار والأمن والتضامن ومكافحة الجماعات الإرهابية، مشيرا معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجا متميزا في التعايش والتسامح والسلام. وتأتي خطوة التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي ووثيقة الأخوة الإنسانية تأكيدا على دورها البارز الذي تقوم به الدولة من أجل ترسيخ قيم التسامح والتعايش لتظل موطنا للأخوة الإنسانية وتحقيق السلام لسكانها ولسكان العالم أجمع. تستضيف دولة الإمارات فعاليات كونغرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 تحت شعار إثراء مجتمعات المعرفة، وذلك للفترة من 9 وحتى 13 من أكتوبر المقبل، بحضور أكثر من 5000 مشارك من أكثر من 135 دولة ممثلة في الكونغرس، بالإضافة إلى 50 جهة و15 دولة عارضة. نتابع معكم الفيديو مشاهدينا من المكتب الإعلامي التابع لحكومة دولة الإمارات. خيوط غزلت ألوانها من الشمس والذهب، حضارة أشرقت معانيها لتخبر العالم بقصة الشعب. بين الأمس واليوم نسجل خطواتنا ونؤرخ لأجيال الغد. نستلهم قيمنا من أصالتنا ونسعى في دروب مستدامة من المعرفة والجد. تتشابك تجارب الإنسان في سرد حكاية التاريخ وتشكل نقطة التقاء الشرق بالغرب. نبض حياتنا في تنوعنا لنشهد على رحلة تخطف العقل والقلب. هنا نتشارك في بناء الأفكار لنسعى
في إثراء مجتمعات المعرفة، ونستضيف العالم بكل سعة ورحب. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E نيوز. تعتزم الصين وسوريا رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وذلك عقب اجتماع بين الرئيس الصيني شي جي بيانغ والرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي القول في مواجهة أجواء دولية غير مستقرة وضبابية، الصين مستعدة لمواصلة العمل مع سوريا من أجل التعاون الودي وحماية العدالة والإنصاف الدوليين. ويزور الرئيس السوري الصين لتعزيز العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية. استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا لبحث عدد من القضايا المهمة. وتقدم زيلينسكي بالشكر للكونغرس والشعب الأمريكي على دعمهم الكبير والضخم، فيما أشاد بايدن بالشجاعة الهائلة التي أبداها الشعب الأوكراني في قتاله ضد الغزو الروسي. اقتصادياً، وصلت أول سفينة حبوب أبحرت من أوكرانيا باتجاه مضيق البسفور في إسطنبول منذ ما عادت روسيا فرض حصارها على البحر الأسود في يوليو. وقال مسؤولون أوكرانيون أن السفينة التي ترفع علم بالاو كانت تحمل 3000 طن من القمح عندما غادرت ميناء أوكرانياً. وكانت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا قد قاموا بتوقيع اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود بهدف الحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية. رياضياً، مشاهدينا، مع بدء العد التنازلي للنسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تواصل اللجنة المنظمة للبطولة واللجان الفرعية وفرق العمل تحضيراتها المكثفة واستعداداتها لاستقبال أكثر من 6000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة حول العالم في أكبر حدث رياضي عالمي يخص رياضة الجوجيتسو، والذي سيقام نوفمبر المقبل. وستكون البطولة العالمية مسرحاً لمنافسات غير مسبوقة للآلاف من الأبطال وحاملي الألقاب ونجوم الجوجيتسو من فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين من جميع أنحاء العالم، حيث الهدف واحد وهو الظفر باللقب وصعود منصة التتويج. عن أحوال الطقس في بعض الدول العربية والعالمية. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7E نيوز، وهذا تذكير بالعناوين. خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في العين. دولة الإمارات تستضيف فعاليات كونغرس المجلس الدولي للأرشيف. بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. كنا معكم مشاهدينا من 7E نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.